بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا فيكم أعزائي الطلاب. موضوع اليوم حيكون معماري بحت، لكن ممكن طلاب التصميم الداخلي يستفيدوا من بعض الأوامر الموجودة في الفيديو. الفيديو تبعنا هو عبارة عن جواب لسؤال إحدى الطالبات في قسم العمارة، بتتكلم عن الشل اللي حيكون على يغطي جزء من الهاي رايز بيلدينج وما يغطي جزء آخر، وذ بوديوم عشان نربطهم مع بعض. ولاحظوا كيف الأسفل الهاني شيب اللي أنا اخترته إنه يتوزع على الكيرتن هو عبارة عن شكل سداسي، كيف يلتقطوا مع بعض بطريقة احترافية. حيكون من ضمن الفيديو اللي معنا سكريبت صغير حاعطيكم إياه كهدية، ممكن تنزيله في أسفل الفيديو. وبنهاية الفيديو بشكل عام حنعرف كيف ننزله داخل برنامج الماكس ونعرفه على الماكس. والآن داخل برنامج الماكس، هذا الشكل اللي معنا هو الديزاين اللي شفناه في الصورة قبل قليل، وهي الكونكشن أريا خاصة في المنطقة القريبة بين البوديوم والنفس البيلدينج. لاحظوا انه الكونكشن كثير بيرفكت بدون اي مشاكل. وفي عندنا كمان السلابات متغيره الحجم والاتجاه، حنعرف كيف نركبه اليوم مع بعض. بدايه حنعمل فايل ريسيت دونت سيف يس فور ريسيت، الت دبليو حيكون عشان اكبر الفيو نفسه. بدايه حختار سيركل اكس فروم كيبورد سي اي سيركل، وحتكون في المنتصف بالضبط، وحيكون بالموديفاي حاعطيها radius لتسي 10 متر، لتسي 10 متر. واضح انه الجريد كثير صغير بطل يبين. الان من احدى الكبسات اللي عندنا بالاعلى اللي هما سناب اوبشن، اي واحدة فيهم اختار رايت كليك عليها واختار هوم جريد، لتسي ان عندي الجريد يكون تقريبا 2 متر، ممكن يكون مناسب اكثر. لاحظوا انه القطعة اللي عندي سيركل في لها اوبشن اسمه interpolation، هاي نقطة كثير مهمة. عدد السيجمنتس اللي بتوين كوادرنت، عندنا 4 كوادرنت اصلا بالسيركل، لما نحولها لاسبيلان راح يبين معنا اكثر. لكن لاحظوا ستيبس انا ما بحب اعطيه ادابتف، حيعطيني عدد هائل جدا من النقاط. لتسين اعطيه 12 مناسب، ممكن اكثر ممكن اقل، لكن حسب. اذا بدي يكون كثير كيرفي حاعطيه ادابتف، لكن هون كله بحساب، لانه في عندنا اوبشن بهم عدد السيجمنتس في الاوبشن، بهم عدد السيجمنتس في الاوبشن النهائي. هاي القطعه الاولى. القطعه الثانيه اعملها كلون من رايت كليك، اعطيها ازكو، حتكون الاوتر كوبي، لتسي انه الريدس حتكون لتسي 25 متر. الان تي توب فيو، زي زوم، جي عشان الغي الجريد، سيلكت على واحده فيكم اعطيها اكس فريم كيبورد اديت اس بي لاين. وانا تعمدت ان يكون اديت اسبيران عشان يكون عندي الهيستوري موجود، ضل الهيستوري موجود. واديت اسبيران حضيفها كمان مره على القطعه الثانيه مباشره. القطعه الاولى حاعطيها الامر ديفايد، القطعه اللي هون القطعه اللي هون السيجمنتس حاطيها رايت كليك ديفايد. ديفايد ممكن اخذها من رايت كليك واحطها في المنطقه اللي هون، وهي باي ديفولت اصلا مش موجوده، لكن حستخدم ديفايد كثير. ذس وان حستخدم ديفايد كثير، فممكن اطلعها بشكل او باخر من نفس المنيو بكل بساطة، من كاستومايز واروح على كاستم او كاستومايز يوزر انترفيس، وادخل على الاوبشن الخاصة بالاس بي لاين، اديتابل اس بي لاين، اديتابل اس بي لاين، اديتابل اس بي لاين، حختار ديفايد حرف الدي، ديليت ديليت ديفايد، وير از ديفايد، هاي ديفايد. الان ممكن احطها على الكواد، انا بالكواد منيو اللي هي رايت كليك نفسها اسمها كواد، فحاب احط ديفايد في المنطقه اللي هون. فالمنطقه اللي هون اسمها سماره، انا مسميها سماره بس مع طلابي. فالاصفر اللي هون هي المنطقه اللي اسمها سماره، اللي اصلا باي ديفولت اسمها تولز 1 عندكم باي ديفولت. فممكن اسحب اس بي لاين، اسحب سوري ديفايد، احطه في اي مكان في هالمنطقه، حيظهر عندي رايت كليك حيطلع عندي ديفايد في هالمكان، وعندي الديفايد السابق الاول اللي كان هون. بالطريقه هاي ممكن اخذ اي امر في الرايت كليك اسمه كواد منيو، رايت كليك اسمه كواد منيو. فالامر رايت كليك حاعطي الامر ديفايد مباشره، تم تقسيمه، حمسك المنطقه اللي هون اعطيها ديليت. لكن عندي الاس بي لاين سيركل بعده موجود كهيستوري، لكن بالاديت اس بي لاين اختفى جزء منه. حطلع منه عن طريق رقم 3 او 2، واختار القطعه الثانيه واعطيها كمان رقم 2، ادخل على السيجمنتس ذس وان ذس وان، رايت كليك ديفايد بنفس الطريقه السابقه، وحاعمل ازاله للمنطقه الاماميه. الان من رايت كليك حختار امر اتاتش دامج بين القطعه اللي هون والقطعه اللي هون مباشره. الان رايت كليك كونكت على اساس اني اربط بين النقاط من بدايه للبدايه ومن نهايه للنهايه. خلصت القطعه الاولى اللي هي السلاب الرئيسيه، حختار بي
واشوفها بشكل عام، اعطيها اكسترود اكس فروم كيبورد اي اكس تي ار. اكسترود حيكون ارتفاع لسي 30 سنتي بورت 3. الان بدي ادخل في قيم حقيقيه عشان قياسها تكون منطقيه، نعطيها لون يكون متناسق او مناسب لسي جري. ممتاز. الان بدي انسخها بشكل علوي بحيث تكون عدد معين، مسافات معينه، ودوران بنفس الوقت، وتحجيم كمان بنفس الوقت. الامر اللي حيساعدني في الموضوع اسمه array x from keyboard a double r. حيكون عندي الامر array. نركز في الامر array نوعا ما. الان محتاج اني انسخ لتسي 50 طابق حيكون ارتفاع المبنى، وبين كل طابق وطابق لتسي بالزي اكسس 4 متر. هاي 4. انا حاب اشوف القطعة preview. ممتاز. الان انا شفت 50 طابق بهالاتجاه. لاحظ انه اعطاني total 200 متر. يعني الان الانكريمنتال هو مقدار الزيادة، مقدار الزيادة عندي 4 متر ضرب 50 يساوي 200 اللي هو التوتال هايت. محتاج انهم يعني تويست يلفوا بمقدار لتسي 180 درجة، 180 درجة. فبدخل على الروتيشن وبحدد له كم الزاوية او كم درجة حتكون بالزي اكسس. ما بعرف بالضبط كم، حختار الآلة الحاسبة وحكي له عندي 50 طابق، 50 طابق. فحختار الكالكوليتر وحكي له 180 درجة تقسيم 50 طابق، كل طابق كم حصته من الدوران يساوي 3 درجات ونص، 3 درجات 0.6. ممتاز. الآن بعطيه بالزي أكسس 3.6. الآن أعطاني دوران معين واضح، واضح أنه منتظم بشكل رائع جدا. جميل جدا. حب المنطقة العلوية تكون أصغر نوعا ما عن طريق السكيل. فعندك سكيل بالإكس، بالإكس بالواي وبالزي. أنا حاب أنه لما أصغره ما تصغر ارتفاع السلاب ال 30 سنتي، ما بدي يتأثر في الموضوع، يتأثر الإكس والواي لكن الزي ما يتأثر. فبعطيه بالإكس لتسي 99، هعطيه بالواي 99 طبعا بالمية، يعني كل طابق من ال 50 أخذ 1%. فبالنهاية أعطاني هذا الشكل، أعطاني هذا الشكل أنه عماله بصغر. فبحكي لي هون كتوتال الدوران اللي عندنا 180 درجة، الارتفاع 200 متر، السكيل بالزي ما فيه زي ما هو ما تغير أبدا، لكن 60% صار حجم القطعة النهائية 0.5 بالإكس وبالواي. فإذا حابين تصغر أو تكبروا حنشتغل بس في قيم الإكس والواي مع بعض. أنا بالنسبة لي كافي، أنا حاسس أنه نورمال يعني أن يكون 60% من حجم الطبيعي بالأسفل، فبنعطي أوكي. لكن أنا ممكن أخذ القيم هاي وأطبقها على شيء تاني. بيرفكت. هاي المرحلة ولا خلصناها. الآن هاي القيم بالضبط حأخذها وأخذ نسخة تانية من القطعة. Let's say this one as a copy. حتكون هاي عبارة عن الكيرتين نفسه اللي حيلف حال القطعة كامل. حعطي ارتفاع، بما أن أنا عارف الارتفاع كم 200، فبعطي 200 متر. عارف أنه حيكون في عنا تويستينج في الموضوع، فالتويست حيكون 180 درجة. لكن ننتبه التويست الآن مش هيشتغل معي صح. نعطيه تويست موديفاير حرف التي، تي تويست، حعطيه 180 زي ما اتفقنا سابقا القيمة الأولى. أعطاني هذا الشكل لأنه ما في إكسترا سيجمنتس. إذا بتلاحظوا بس F3 ما في سيجمنتس بالهايت، لكن عندي القدرة أني أعطيه سيجمنتس لتسي 50، يعني كل طابق بأخذ سيجمنتس واحدة. فالآن التويست حيكون له مفعوله، حيكون له مفعوله مناسب، لكن اعتقد انه بالماينس لازم يكون. فبعطيه ناقص 180 درجة، ناقص 180 عشان ياخذ نفس التشبع او نفس الاتجاه سوري بالمبنى الرئيسي. ممتاز. الان محتاج اني اصغره من الاعلى بقيمة. حاختار الحب اللي عندنا هون واعطي رايت كليك واقرا كم مقدار التغير في السكيل تبعها. مقدار التغير، التغير في الزي ما تغير شيء، لكن في الاكس والواي تغير. فبعطي كوبي لقيمة الواي او الاكس نفس الشيء لانه نفس القيمة. حاختار FFD اللي هي في X from keyboard free form deformation. حكي بس رقم واحد عشان ادخل داخلها وامسك الاربع نقاط اللي بالاعلى واعطي رايت كليك وادخل على سكيل واعطيه بليز صغر اياهم بالحجم هذا. بيست نفس القيمه السابقه. انتر. فالان اللي عملته هون موجود في المنطقه الثانيه اللي عندي هون. سيلكت واعطيه الاين للقطعه اللي اصلا نسخت منها بالاسفل. اكس واي زي ممكن تكون بيفوت، بيفوت نفس المكان بالضبط. بيفوت يعني نقطة الارتكاز. الآن أنا حصلت على كيرتن بيغطي بشكل أو بآخر هذا المبنى.
F4 عشان أشوف تقسيماته بشكل عام. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية حيكون هذا الكرتين جزء منه موجود جزء منه غير موجود. حنعرف مع بعض كيف الآن نعمل جزء منه موجود جزء آخر غير موجود. وهذه السيجمنتس اللي عندنا هون، تذكر أول ما بلشنا في الشكل الخطي اللي هو السيركل، كان الأمر interpolation adaptive، لو فعلناه كان العدد هائل جدا. هذا هو الرقم 12 حطيته بداية عدد السيجمنتس اللي هي الستيبس بالأشكال الخطية. لما دخلت هون أعطيته 12 الستيبس، فهي نتيجة 12 ستيبس. لو أنا خففته أكثر بيطلع أخف أكثر وأكثر. لو رحت الآن على 12 وأعطيتهم 6 شفت النتيجة الآن، هيكونوا أخف، لكن ممكن يكون حتى أخف على الجهاز. نعطيه أقل 3 ونشوف end result. ما بدي يكون overlap واضح جدا. الآن صار العدد مناسب، عشان هيك أنا أعطيته من البداية edit SP line مش convert to SP line. هاي الفرق، إن الهيستوري عندي موجود، فأنا حبطت على الهيستوري وعندي هاي الأوبشنز كاملين. ممتاز، حختار القطعة اللي هون واخذ نسخة عنها عشان نفهم بعض النقاط. as a copy convert to poly. الآن عندي الأصل ما في مشكلة. alt x حختار البولي، حختار المنطقة اللي بالميدل اللي هم هون وحاطيها selection كامل. في عندي option كتير مهم بيساعدني بالselection اسمه by angle. by angle انه انا بدل ما اختار كل النقاط هاي بالضغط على control، ممكن بكل بساطة احدد المناطق اللي حيكون بينهم angle للselection، بحيث انه الزاوية هاي هي 90 درجة، فالقيمة اللي عندي هون 45 by angle. فأنا بما أني تحت 90 درجة أنا حختار كل الستريب اللي عندي هون بدون ما يدخل على القطعة الثانية. كنترول الستريب الثاني الستريب الثالث. إذا كان دخل على زاوية أخرى بحاول أقلل هاي القيمة اللي هي 45 درجة، هاي بالدرجات القيمة. إذا كان ما أخذ كل اللي بدي إياه بزيد القيمة بشكل عام. الآن Alt Control D نسميها Glass على أساس أنها ليتر حنستخدمها، حتكون Glass وليتر حستخدمها، وحمسك القطعة لوحدها Alt Q. بيرفكت من البولي مش محتاج المنطقة العلوية. شوف كيف بدي المنطقة العلوية أخذ معها السفلية، فبخفف القيمة اللي هون واختارها لوحدها. أصلا ما في داعي أن أخففها، عارفين ليه؟ لأنه أصلا أنا بحتاج One Face هون One Face هون Delete بهالشكل. طيب محتاج بوديوم، أو نختار مثلا كتلة بالأسفل المبنى تكون هي مكملة للقطعة أصلا أو جزء من القطعة بشكل عام. إيش ممكن أختار؟ بوديوم ممكن يكون من أشكال الأوردي موجودة في الماسكا ستاندرد، اللي هي لتسي الكابسول حروح على الفرونت فيو زي، وأختار أنها تكون بهالحجمها تقريبا، تكون تأخذ جزء من المبنى بشكل عام. بي اختار بيرسبكتيف، لتسي اركبها في منطقه روتيت وذ انجل سناب توجل، اختار 90 درجه في المنطقه اللي هون، ولتسي مناسبه هون، ممكن تكون مناسبه لهون. الان بيهمني ارتفاعها عن الزيرو، حتكون رايت كليك على مستوى الارض بالضبط، وحختار من موديفاي اخذ جزء منها عن طريق الامر سلايس. سلايس يعني قطع. أنا محتاج 180 درجة من 360 اللي فيها. ممتاز، هختار convert this one to poly. ما بهمني الهيستوري تبعه، حزيد segments في المنطقة اللي هون للسي عن طريق الأمر connect، ممكن 3-4 يكون مناسب. المنطقة السفلى هختار polygon، وما أنسى أختار الأمر by angle select delete. تمام، الآن القطعة هاي والقطعة هاي مع بعض، سوري الآن القطعة هاي كنترول والقطعة الثانية Alt Q، كيف أدمجهم مع بعض بحيث يكونوا قطعة واحدة؟ طبعا هون ما فصلته لسه، أنا فصلت الأصل للنقطة الثانية، فممكن أفصله مرة ثانية. أعطي Edit Poly جديد، Edit Poly وأختار By Angle ما ننساها، أختار المنطقة اللي هون المنطقة اللي هون المنطقة هون Delete، لأنه عندي الجلاس جاهز هناك. كيف أدمج بين القطعتين هذول؟ طبعا هاي المنطقة بالأسفل كمان ديليت، وبالأعلى كمان ديليت. تحملون الفيديو طويل شوي بس المصلحة تكون إن شاء الله، بحاول أكون سريع نوعا ما. دمجهم مع بعض حيكون عن طريق الأمر بولين X from keyboard double O B double O بولين،
حتأكد إنه union، حختار add subtraction اللي هو this one، والآن convert to poly مرة تانية، convert to poly، حختار elements الأول، شوف كيف أقطعه بشكل احترافي، delete element الثاني، أنا محتاج القطع اللي في المنطقة اللي هون بدون الأنجل سناب توجل، حختار this one، حاول أختاره بشكل سريع عشان ما آخركم في السلكشن، فحعمل تسريع للفيديو. ممتاز، الآن أنهينا سلكشن، عملوا كونكت، ديليت، فقدت خط في المنطقة اللي هون باي ميستيك، أعتقد شيفت موف، أختار رقم واحد عشان أعملهم كونكشن من جديد، تارجت ويلد، النقطة اللي هون والنقطة اللي هون كاملين. فصار زي كونكشن حسب التقاء التو شيبس مع بعض، ومنطقة هاي حتكون ليتر البوديوم حتكون هي كونكشن واحد، فممكن حتى أوصل سيجمنتس عن طريق إيديت رقم اثنين شيفت وموف، رايت كليك كونكت عن طريق هو أمر تارجت ذس وان، وهي حرفعها على مستوى اس على مستوى هاي بالضبط، فهيك حتعمل تارجت ويلد على نفس المستوى بالضبط مع النقطة اللي هون، فهيك أموري تمام. آخر أوبشن للسلكشن سيلكت أول، رايت كليك واختار الأمر ويلد عشان أتأكد إنهم ملحومين في مكان واحد، فبعطيني معلومات إنه هم أصلا كانوا 10,031 الآن 10,006، فتقريبا 25 أو 26 نقطة تم لحمهم مع بعض. ممتاز، هاي النقطة الأولى نعملتهم one object بدون سناب، ما في داعي لسناب. الآن مع السكريبت اللي حنستخدمه بشكل عام، بس نكتفي الآن نأخذ بريك وبعدين نتكلم عن السكريبت. مرحبا أحبائي من جديد، الآن بعد ما أخذنا بريك بسيط بالنسبة لكم، هو بالنسبة لي تقريبا ساعة أو ساعة وربع، اكتشفت أنه في أخطاء وما بتمنى تتكرر معكم هاي الأخطاء، فحاب أحكي لكم عن سر الخطأ اللي صار بالسكريبت. كانت المشكلة الوحيدة هي عبارة عن الفيرتكس ليفل، لاحظوا عدد الهائل من الفيرتكس في منطقة الكونكشنز عملت لي مشكلة ليتر، فبتمنى ما تصير معكم، فعشان هيك بدي أحاول أعمل إلها ويلد، يعني أعملها عن طريق الأمر تارجت ويلد وألحمهم مع بعض بشكل سريع عشان ما أخذ من وقتكم، وححترم أكثر حعمل ريسبكت أكثر للبوديوم، وحمشي النقاط على مستوى البوديوم بالضبط. حسرع الفيديو الآن وحعمله بشكل سريع. والآن الأمور تمام، بعد ما ألحمناهم كنت مرات أضطر أني أعمل ديليت لبعض الفيسز لأنه ما بزبط أعمل لهم تارجت ويلد بدون ما أعمل ديليت للفيسز. الآن وضع التراينجل تكون عندي بعد أمر البولين، لما استخدم أمر البولين فور يونيون تحولت معي الكوادز للتراينجل سيستم، عشان أرجعها للكوادز أجين حستخدم أمر إكس فرام كيبورد كيو آي QU اللي هي كودريفاي، بعمل لي اياه برجع لي اياه ستاندرد بدون ترانجل سيستم بهالشكل. الامور ان شاء الله تمام، F3 عشان اتاكد. واضح انه في مشكله بالكونكشن لهون، يفضل اني اختار سيلكت ذس وان ذس وان رايت كليك كونكت واوصل بينهم بخط، واعتقد انه الافضل نوصل خط للمنطقه اللي هون تارجت ويلد اجين. اهتمامنا بالتفاصيل هاي حطلع لنا الشغل بيرفكت بدون اي مشاكل ان شاء الله، خاصة منطقة الكونكشن لازم نعطيها اهتمام نوعا ما. السيجمنتس اللي هم لها داعي حطها في المنطقة اللي هون، يكونوا كواد سيستم مربعات بقدر الامكان بقدر الامكان، هيك امور ان شاء الله تمام للموديل. الان F3 مع استخدام السكريبت، ان كيس فايل سيف يس، ان كيس صار أي شيء يفضل دائما سيب. الآن السكريبت عبارة عن this tool اللي هي UV tools، كليك عليه. شو وظيفة UV tool؟ إنه يعطيني unwrap system كأنه يفرد لي الكيرتن بشكل مستوي، ما يضل لي على استقامته بهالشكل اللي عندنا. فأعطي بداية add تحول مباشرة، select all عليه، وحاطي material اللي عشان أشوف ال pattern اللي عليه. شوف كيف الآن صار عندي باتن غير منتظم، فالأوبشن اللي بعده حاطيه اللي هو peeling
peeling يعني فريدلية بشكل كامل، فريدلية وأعطاني التكستشر لكن غير منتظم. على فكرة أنا بشرح السكريبت هذا كامل بليفل 5 في الماكس، لكن الآن بسبب هذا الأمر بدي أضطر أني أركز على نقاط معينة بس، تحملوني. فعشان يكون exactly في عندي أمر اسمه planner، كليك بركب ليها بالضبط، شوفوا كيف 100% صح. وأعطيه كمان مرة عشان أتأكد اللي هو البيل سيستم أجين. فأعطاني الحجم موحد لكل القطع، الحجم موحد لكل القطع خاصة بالتكستشر. شوفوا أعطاني كيف الإمكانية أن يكون الكونكشن بيرفكت، ممتاز. الآن بعد هاي العملية حختار عملية الفلودينج، أني أفرده على الأرض، وحدخل على this option geometry tools، geometry tools حختار الأمر UV morpher، كليك. هون السحر، إبداع. لاحظوا الآن شو اللي عمله بالضبط، هو فرد القطعة كاملة على الأرض عشان عملها pattern بالشكل اللي أنا بشوفه مناسب، وعطاني modifier اسمه morpher before after before after. الآن السكريبت انتهى، ما له داعي. حختار shift و move للنسخة as copy، وحملها convert مباشرة لpoly، convert poly alt q. هاي القطعة هتكون عبارة عن الباتن اللي هشتغله، الباتن اللي هشتغله بشكل عام، والكونكشن فيه ممتاز بدون أي مشاكل. وعلى فكرة ممكن أشتغله مانيوال وأرسم عليه اللي بدي، لكن أسرع طريقة إني أستخدم floor generator. floor generator هتكون بالدسكريبشن بأسفل الفيديو، اللي حاب ينزله اللي ما عنده floor generator كمتفير داخل ماكس ممكن ينزله مع المتفير السابق، فاثنين هيكونوا بلينكات جاهزين بحيث تنزلوه. هختار الأمر floor generator. الفلور جنريتور مرات باخذ وقت زيادة، اوكي، في عملية استيعابه. انا كنت مختار الهيكسوغون اللي هو اخر اوبشن هون بالاسفل، واعتقد متر ونص قياس القطع الفتحة نفسها، فاعطاني هذا الشكل كامل مباشرة. الان دن، انتهى الموضوع. بس ما ننسى انه اكسترود ما لها داعي، لغيتها، وبيفل ما لها داعي، فاعطاني فلات بدون اكسترود، يعني وان ليفل فلات سيرفيس. هذا الفلات سيرفيس حاعطيه convert to poly مباشرة، convert to poly. حختار faces control A select all، وأعطي الأمر inset right click inset، بحيث إني أعمل زي offset خفيف للفريم. حياخذ شوية وقت، حوقف الفيديو ليخلص، لكن أعتقد إنه هي سريع ما شاء الله. أعطيته 25 سنتي، المسافة من الفريم للمنطقة الأحمر 25 سنتي، يعني التوتل للبيم حيكون 25 و25، يعني نص متر. فممكن أعطيه الحجم المناسب حسب ما بتشوفوا أنتم، بس أعتقد بالنسبة لي هو مناسب. أوكي، المنطقة اللي بلون الأحمر هاي ما بدي إياها، هعملها إزالة وحعملها ديليت من أجل أن أشوف فتحات على شكل سداسي. اتحملوني الجهاز شوي، بده هاي العملية بدها جهاز سريع نوعا ما. فالآن ديليت F3، فأعطاني الشيب اللي أنا بدي إياه بشكل باترن لكل التصميم كامل، لكل التصميم كامل على شكل باترن. لكن انتبه لشغلة كثير مهمة، الآن عندي أوبشن، لاحظوا كيف حيكون مفتوح أوريدي، مفتوحين عن بعض، فممكن أعمل كنترول A وعمرات كليك وأعمل ويلد دن، فكان عندي التوتال بيفور وافتر، فالفرق واضح جدا، عندي 49، انا حسبتها بعد ما فصلت الفيديو 16000 تقريبا و387 فيس اللي تم لحمهم مع بعض. طب ليش عملت هيك؟ بامكاني ما اعمل هيك. اذا حابين تعملوا تيربو سموث، كيف شغل زي حديد الاورجانيك، ممكن الان تطبقوا عليه مودفير تيربو سموث. فتيربو سموث بدون ما الحم النقاط اللي بالمنتصف حيكون طالع كأنه حلقات لوحدة منفصلة عن بعض. بالحالة هي أنا أجبرتهم يدخلوا مع بعض. ممكن أطبق أشوف التيربو سموث شو ممكن يعمل معهم. تي تيربو سموث أعطني هذا الشكل، دوائر وفتحات متصلة مع بعض، لكن it's optional، ممكن تطبقه أو لا. أنا عجبني موضوع أنه يكون بهالطريقة هاي. الأوبشن اللي بعده إيش؟ أني حختار القطعة هاي والقطعة هاي Alt Q لوحده. بداية هاي الديزاين، الباتن ديزاين align exactly على القطعة الأصلية xyz pivot ممتاز.
حاطيها الآن option اسمه skin skin wrap skin wrap. شو بعمل skin wrap؟ skin wrap إنه بأخذ شكل القطعة الثانية تماما، والقطعة الثانية متغيرة، مرة بتكون flat ومرة بتكون تركب على القطعة. فلحالتها الفلات ركبت السكن عليها اللي هو الباترن عن طريق المدفر سكن راب، فبتتشكل معها لما تيجي ترجع لمكانها الأصلي، وهي النقطة الرئيسية في التصميم سكن راب. بسكن راب قبل ما أعمل آد للأوبجكت الثاني يفضل أختار بدل فيرتكس ديفورميشن أختار فيس ديفورميشن، أسهل لعملية التلصيق أو الملاصقة. وما أنسى إنه الويت أول بوينتس يفضل نفعلها عشان تكون كل النقاط بنفس الحمل للجذب للسيرفيس الثاني. حاطي الآن Add واختار قطعة ثانية. Perfect. الآن لو سيلكت عليه وأرجع على this one وأرجع على المورف، حكتشف إنه ديزاين صار بهالشكل F3. أخذ ديزاين بالضبط، هاي F4 F3. وأعطيه لون تاني. أوكي this one السكين نفسه حيكون عبارة عن ممكن يكون glass، والقطعة الأصلية اللي هي اسمها morph نسميها glass، وأعطيها already material glass. ونتعامل مع Cyger Studio for glass، نختار architect glass for this، يعني أي واحد في هذول. let's say this one، right click assign to selected material to selected object. Perfect. والستركتشر this one حاطي another material let's say metal chrome aluminium mat assign to selected object. perfect. الآن ممكن أعطيه كمان volume حجم عن طريق الأمر shell x from keyboard she shell modifier يكون للخارج ال outer. استنى عليه شوي. الاوتر يكون بوينت سي 30 سنتي، سماكة ضخمة نوعا ما. اعطاني هذا الافكتس، هذا الاحساس، الفوليوم كامل. اصفى عندي جلاس، وبنفس الوقت في عندي حركة ثانية. نعمل ان هايد اول، وذيس وان اللي هو الاوريجينال ذيس وان this one هو 52 حمله ديليت this one F4، وأنا حصلت على الشكل كامل على القطعة كاملة. ممكن الآن أخذ الجلاس وأعطي align to this one، لو ما أخذ نفس البيفوت للقطعة سوري حاملها align للقطعة هاي، القطعة اللي هون align ركب exactly، ممكن يكون glass later وركب عليه القطعة اللي بدنا. الهدف الموضوع دم، خلصنا الموضوع كامل. والآن مثل ما وعدتكم كيف ننزل السكريبتس على الماكس. بداية عند الفولدر الخاص حيكونوا بأسفل الفيديو بالدسكريبشن، ممكن ننزلهم أي لحظة. الفيري أو الفي UV Map Tools دراج مباشرة على الماكس حتطلع قائمة Install. خلصنا، مش ما أبسط الموضوع. حاب أثبتها هنا على طول، حروح على قائمة Customize User Interface. حاب تحطها على الكوادز، حاب تحطها بالتول بار، انا حاطها بالتول بار. فبنعطي نيو سمي UV تولز تولز، عشان لما اعطي رايت كليك هون يطلع اسمها مزبوط مع UV ما تولز. اوكي، وحاب ابحث من المين، حاب ابحث عن حرف الان اللي هو بدايه الاوبشن نفسه اللي هو ان اي كي Scripts UV Tools this one. دراجت وحطها في المنطقة اللي هون، ودراجت وحطها في المنطقة العلوية الجنب العلوية له، عشان ما تروح مني المرة القادمة لما أشغل الماكس. دائما نعطيه من Workspace Manage Workspaces، أعطي Save That's it. بالنسبة للفايل الثاني، الفايل الثاني اللي هو عبارة عن السكريبت الخاص في Floor Generator. Floor Generator عبارة عن DLM DLM ملف DLM، فيفضل اني اختاره يكون داخل برنامج الماكس. فبروح على الماكس نفسه واعطي رايت كليك اوبن فايل لوكيشن، ففتحت الفايل لوكيشن للماكس. بروح على امر اسمه plugins هاي P plugins this one،
حتشوف الفلور جنريتور في المنطقه اللي هون، بس نعمل له ديليت سوري نعمل له ازاله، نحط وضع الفايل هذا لازم يكون داخل البلجنز فولدر، ولازم نطفي الماكس ونشغله مره ثانيه من اجل انه يشتغل مع الابلود الخاص في الستارت الخاص في الماكس. بعتذر مره اخرى، الفيديو طويل كثير، واللي لحد الان مستمرين معي وبسمعوا صوتي بعطيهم لايك لانهم عن جد مبدعين وتحمل، وهذا عباره عن جهد، واضح انه عندهم همه عاليه، وان شاء الله لمستقبلكم الباهر. الوقت اللي انفقته في انك تحضر هالفيديو باذن الله ما يروح على الفاضي، باذن الله حيعوضك الله خير عنه، وجهدك وتعبك هذا بالنهايه لمستقبلك، فمين اهم منك انك تستثمر فيه كقدرات. وانا صدقا بكل امانه امنيتي انه كل العرب يكونوا متميزين، عشان هيك بطول في المعلومه بعطيها بشكل صح، وصدقا الريسيرش اللي عملته يمكن ما تتوقعوا قديش اخذ مني وقت لوصلكم تقريبا بنص ساعه. فبالنهايه جهد، وان شاء الله اني يعني اتمنى انه يكون في صاحبه والدي عواد ابو سالم رحمه الله عليه وعلى امواتنا وامواتكم جميعا، بس دعوه خير. يعطيكم الف الف عافيه، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه بشيء جديد. السلام عليكم.